لقيت نفسي بقول للبت شيماء هاتيلي السكينة، والله زي ما اكون مش انا اللي بيتكلم. انت كنت ناويها بقى ماهر؟ انا بعد الخناقة كنت متأكد انها هتوافق تتجوزه، كل اللي كنت بفكر فيه حصل قدام عيني. استنيته بالليل وقلت له انا عايز فلوس، وكنت ماسك السكينه بهوشه بيها، يعني ما كانش قصدي بريش بنفسي غير وانا بدب السكينه في بطنه، ومفوت غير وانا مخلص عليه. ايه ده؟ ده صوت اخويا ماهر يا فندم. هو ماهر اخوك هيقتل الوالد ليه؟ لو سمعت بقيه التسجيل هتلاقيه قال كلام كتير، بس انا مش شايف لها غير سبب واحد اللي هو الدلع، حبل على الغالب، كل حاجة مباحة لأنه آخر العنقود، فلوس ومخدرات، أب لا بيسأل ولا بيعاقب، كل ده كفيل يا فندم يحول إنسان عادي لمجرم. طب ما هو سايبه يعمل اللي هو عايزه، هيقتله ليه؟ يا حاج بعد موت أمي الله يرحمها طلبت معايا في الحنفية شوية، بقى مركز مع النسوان، وده طبعا ما عجبش ماهر. أنا عندي سؤال مش قادر ما أسألوش. تقريبا أنا عارفه. أخوك وقتل أبويا. ماشي يا حاج نور، أنا بس محتاج نسخة من التسجيل ده، هو طبعا مش قانوني بس أنا محتاج أسمع كله. حاضر يا فندم هبعتهولك. بس أنا يعني ليه عند سيادتك طلب؟ أنا مش عايز أخويا يعرف إن أنا عملت فيه كده. سيادتك لو ضغطت عليه هو ولا البنت هيعترفوا بكل حاجة. وبعدين يعني ده شغلكم انتوا بقى.